بتفاصيل أكتر عن العلاقات المصرية النمساوية بينضم لنا هاتفيا الدكتور سعيد اللوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور سعيد. أهلا بك أستاذ هشام. صباح الخير يا فندم. يمكن العلاقات المصرية بشكل عام مع نظرائها في العالم كله حقيقة ما شاء الله ماشية في تطور ملحوظ أو ملموس. لو اتكلمنا تحديدا على العلاقات المصرية النمساوية، مش كتير من الناس بتعلم مدى قوة ومتانة العلاقات ما بين البلدين أو حتى الأبعاد الاستراتيجية لهذه العلاقة. بداية لابد أن نقول بأن هناك توجه في السياسة الخارجية المصرية لتوطيد علاقة مصر بأوروبا كلها، وتذكر يا أستاذ هشام أن الرئيس السيسي أصر أن يزور القارة الأوروبية كلها، زار فرنسا والفاتيكان وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكل هذه الدول. أعتقد أنه وضع نقاط الحروف فيما يتعلق بعد أن استعادت مصر هيبتها الدولية، أكدت علاقاتها الثنائية بكل دولة على حدة. وأعتقد أن يعني النمسا تأتي في هذا الإطار، وأن الاتصال الهاتفي الذي قام به مستشار النمسا مسألة مهمة، أن يبدأ هو بالاتصال ثم يكون الاتصال بالرئيس السيسي وتحدث هناك ما يسمى بدبلوماسية الهاتف. في الخارجية المصرية يسمون هذا دبلوماسية الهاتف، بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك حوار استمع فيه مستشار النمسا لرأي الرئيس السيسي فيما يتعلق بالقضايا المحلية والإقليمية والأمن والاستقرار الذي ينشده للعالم كله، سيما منطقة الشرق الأوسط. ثم إمكانية أن يكون هناك تعاون في المجال الاقتصادي والاستثمارات، وترحيب شديد جدا برجال الأعمال النمساويين لكي يشاركوا في النهضة والنمو الذي تقوم بها مصر في الفترة الأخيرة. إذن يا دكتور سعيد، كل هذا يعني متمحور حوالين فكرة التعاون أو العلاقات الثنائية البينية ما بين البلدين، لكن المستشار النمساوي هو في نفس الوقت رئيس المفوضية الأوروبية. عايز أعرف مدى انعكاس ذلك على العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، أو حتى تكتلات فيما بينهم. يعني وإحنا بنتكلم على تكتل أوروبي، أكيد في تكتلات إفريقية مصر شريكة فيها، وكمان عايز أتكلم على رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال 2019، وإزاي ممكن يكون لدى تأثير على العلاقات ما بين الكيانات المختلفة. يعني مصر تولى اهتماما كبير من الاتحاد الأوروبي وسيما دول الشمال، وحتى المسألة الفضاء المتوسطي أيضا توليه مصر اهتماما كبيرا، الدول المشاطئة للبحر المتوسط شمالا مع الدول المشاطئة للبحر المتوسط جنوبا. وأعتقد أن مستشار النمسا هو يعني رئيس المفوضية الأوروبية، لكن أيضا مصر ستكون رئيسة يعني الاتحاد الأفريقي 2019 أعتقد. هذه مسألة مهمة، التعاون بين الفضاءين، الفضاء الأوروبي من ناحية والفضاء الأفريقي من ناحية أخرى، على أن تتجه مصر بالفعل إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والعلاقات السياسية أيضا بين البلدين. قد تناول الزعيمان هذه النقاط في الحوار الذي جرى بينهما عبر الهاتف، وأعتقد بشكل عام المرحلة للسنة 2019 ستشهد تقاربا جديدا جدا مع دائرة الأورو المتوسطية والاتحاد الأوروبي وأيضا الاتحاد الأفريقي. يعني ستختزل المسافات بين البلدين من خلال تعاون وثيق جدا بهذه الدول، وهذا ما حرص المستشار النمساوي على طرحه مع الرئيس السيسي. جزيل الشكر لحضرتك دكتور سعيد اللوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.